أنا وسهلا أعزائي المشاهدين في الحلقة الأولى من المسؤول في أحد بيوت أبو حسين في محافظة بابل في حي الإمام، لكن تابعونا لكن بعد الفاصل. لكم أعزائي المشاهدين في بيت أبو حسين، السلام عليكم. السلام عليكم. شلونك عمي؟ أنا أمي. أمي أكو مسؤول يمر عليك، أكو واحد يمر عليك، يعني أنت حالتك هاي شبيه بنتك؟ معوقة؟ إي معوقة. مثل ما يشوفون أعزائي المشاهدين هذه هي الطفلة المعوقة، لكن أبو حسين على هذا كبره لا يقدر يشتغل ولا يقدر شيء سبوبة الشغل يعني يحصل له. عمي يعني من يجيك؟ من يعطيك فلوس؟ شلون عايشين؟ عايشين شلون؟ من يعطيكم فلوس؟ ما حد يعطيكم فلوس؟ ما حد يعطيكم فلوس؟ ما حد. عم عسى وعلى ان واحد ينشد عليك او يعطيك فلوس، لكن الله كريم. نقول المشاهدين كلمه اخيره من ابو حسين قدمها للناس وللمسؤولين، لكن شنو هاي الكلمه ما نعرفها. يقول لكن بعد الفاصل، من يخلص الفاصل راح نشوفها بالتصوير. عطونا فلوس، احنا نريد نشتري هدوم، هذه اخيره ناخذ الطبيب. أصورون. نعم أعزائي المشاهدين، لكن لاحظنا هذه الكلمة من أبو حسين يقول لا تصورون، فليش شنو السبب؟ نشاهد هذه اللقطات من القنوات المذيعة والقنوات المعروفة، لكن كل فقير يصورونه، يعني يصورونه يعطونه فلوس، مثل قنوات مثل ما نقول يعني قنوات كثيرة في المجتمع العراقي. وهذا الفقير جايته واي قنوات يقول ومصورته وفاضحته في عدة القنوات، لكن ما معطينا فلوس، فهو هسه حاليا طردنا من بيته. نرجو من المصورين والمصورين العراقيين الذين يصورون، لكن مثل ما نقول اللي جاي عليه عذاب، جاي ومصوره وفاضحه وما منطي، لكن هذه الفرصه نرجو من المصورين لا يصورون بدون ما يحطون فلوس. فحاليا انا ما انطيته فلوس فهو طردنا، فنقول له ابو حسين احنا ما عندنا فلوس، فهو ضاج مثل ما تشوف عزيزي المتصور، حاليا هو ابو حسين ضاج، فنروح الله وياك يلا.